رجعنا لكم في حدث هذا اليوم. موضوعنا الرئيسي جلسة الاستماع الخاصة بأحداث الرش في سليانة. قبل الفاصل سيرشيد قلت أنها جلسة تبريرية برايك أنت للمسؤولين اللي كانوا مسؤولين على الرش في سليانة. هذا قلت خليل الزاوية، هل في نفس التوجه أنت؟ صعيب شوي لأنك كنت في الحكومة، كيفاش قريت هذه الجلسة؟ مش في الجلسة، هو في الحكومة. أي. الجلسة هذه خطيرة. لا مش في الجلسة، كنت في الحكومة قبل. أنا منش في حكومة الجلسة. أنت شاركت في هذه الجلسة وعطيت شهادتك. لكن شهادتي لا شوف هي ماهيش جلسة نتاع محاكمة باش تكون فما قرار والهيئة تاخذ قرارها وكذا. وبدي فسرت اليوم في الراديو، قالت راهو التقرير حول الأحداث حاجة وهذاك باش نصدروه، باش يخرجوه التقرير حول الأحداث وباش يقولوا هاو الأبحاث نتاعنا أدت للحقيقة التالية. وعطات شوية معطيات واضحة معناها بطبيعة الحال في الجلسة هي تعطي الرأي والرأي المعاكس، الرأي نتاع اللي حاضرين. كما في الجلسة اللي وقعت على الانتخابات يا أخي، جابت وزراء في العهد السابق وقال وراه الانتخابات ما كانتش مزورة يا أخي، معناها الجلسة تعتبر تبييض للوزراء اللي قالوا الانتخابات ماهيش مزورة، مش صحيح. فهمتني؟ هذه من الشهادات أنا أعتقد معناها اللي الجلسة فيها النقاط التالية اللي هما مهمين. أول حاجة اعتبار أنه ما وقع هو خرق لحقوق الإنسان، نقطة واضحة هذه. ثاني حاجة اعتبار أنه استعمال الرش خارج القانون، إجابة شهادة سي لطفي بن جدو. ثالث حاجة وأنه أنارة الرأي، رأي العام فيما يخص التسلسل متاع أخذ القرار من بعد شكون المسؤول. ثم حاجتين، أما المسؤولين الأوائل على وزارة الداخلية يعني الوزير ومنظوريه في قضية الحالة هذه يتكلموا، وإلا ما يتكلموش يعتبر الوزير هو المسؤول الأول على أخذ القرار والقرار السياسي. هذا رأي لازم لك. كيفاش قريتها أنت جلسة الاستماع لهيئة الحقيقة والكرم؟ هي محاولة، أنا ما نحكمش النوايا، الحقيقة هي محاولة. وإن كان العدالة الانتقالية أعطت مردود صغير برشا كلام، لأنه فيها تجاذبات، هي بيدة في داخل الهيئة بيدة ثم الهيئة ومراكز قرار أخرى، فيها معركة معناها ما وفاتش. وحبينا حقيقة نذوق عدالة انتقالية، أنه الناس يجي يقول لك هاوش عملنا لكم أو شو عملنا فيكم، وهذا لن يعاد وهذا لن يحدث مرة أخرى. مشكل أنه أعطيني قراءتك أنت، صار في وضع أعتبرها مهزلة ومسرحية. حتى سيشيد هنا قال إن محاولة طبيعية، كيفاش قريتها؟ لم تقنعني، أنا مش مقتنع باللي صار. علاش؟ لأنه فما تورية وفما محاولة معناها للهروب من الحقيقة. وين بالضبط الشهادات معناها بتاع الناس كل. القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن سياسي مسؤول أول يعطي قرار في حدث من هذا الحجم أو يقول أني غير مؤهل. مانيش نحكيه على مضمون الشهادات في حد ذاتها، نحكيه على عمل الهيئة. إيه. اتهمت بالتبييض، هل انت مع هو لا اعتقد انه هي قامت بالعمل هذا واصدرت حكم نهائي بات كما القضاء، لا هي عملت محاولتها، اثارت اسئله جديده على الموضوع، اثارت اسئله جديده ونشوف في تهرب من المسؤوليه. الحقيقه انا سمعت رئيس الحكومه وقتها وزير الداخليه بالضبط كما قاعد يعالج موضوع التسفير، وكانه موضوع التسفير لداعش قاموا به الشيوعيين، ما يجيش مشكل ثم هروب من، وهذه الطبيعة معناها نقول هذه الطبيعة، في أنه في نهاية حلو ياسر كان الواحد يقول راني غلطت وراني ها من الناس موجودين ها فقد عين أو ثم ناس فقدوا الزعينين، قال لك أخوي خلنا نعرف ونسامح، ما تعرفش وفهم واربة به. أنت أيضا اعتبرتها زادة كيف ما قنعتكش البارح الجلسة والاستماع اللي صار نهار الجمعة؟ كيفاش تعتبروها محايدة معناتها؟ وهو الرش فيش في رمزيته معناتها ضرب العباد في عينها، شبه ما حضرتش عباد ضربت في عينها؟ هو ثم شهادات نتاع ناس شكون شهادات؟ ما ثماش، ثم شهادة نتاع امرأة كبيرة ضربت خرجت هي وبنتها مسكينة ولا ثم الآخر؟ في هو الرش هو شنيا هو الرش؟ رمزيته معناتها؟ تسجلوا معاك وعديوا جزء من شهادتك، عديوا جزء من شهادتك في الوثائق عادت. انا احكوا معايا ساعتين، انا بقوا يحكوا معايا، انا عيطت لي نهار الجمعه، عيطت لي البيروها مدام سيام بن سدرين وقالت لي باش نعطيك تحيه وتقعد من قدام باش ما نتكلمش، باش معناتها ما نشوشرش، باش ما نجبدش، باش نحكيش. علاش معناتها صار فينا معناتها شو كيفاش معناتها خرجنا على التنميه وعلى الحجره وعلى سليانه وعلى كل شيء، تزيد معناتها تزيد هي تحقرنا معناتها ملف الرش يتحدثوا عليه عباد تفهموا ويصالحوا ومسامحين، ما عندنا حتى شيء، احنا نعرفوا شكون اللي ضربنا وشكون وعلاش صارت فينا معناتها المهزله هذيك. يا هو ثم اكثر من شهاده، اي من اكثر من شهاده تعطات البارح،
ثم الطيب الكرامتي، ثم شهادة المرأة وبنتها، ثم الشهادات بتاع ناس تضرت بالحق وعندها سقوط. سقوط تحكي لي على سقوط واحد في ساقيه وواحد يقول لك في عينيه معناتها ما عادش يشوف بضوء عينيه وتقول لي سقوط. يا أخي جابت عبيد تفهم، جابت عبيد تكلم، جابت سيدي سي علي العرايض يقول جابته غاديك علاش الشهادة مسجلة بتاعه؟ علاش شهادة سي حماد جبالي مسجلة؟ خي عبيد ما هي مصالحة الحكاية هذه، علاش ما جابتوش بلاتو معناتها وطلب سميع؟ شنو نأسف؟ نأسف تو نأسف هذا مصالحة؟ خليك معايا من البولي، خليني أخذ موقف اتحاد الشغل وأحمد الشافعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل معنا بالتليفون. سيد أحمد أهلا وسهلا بك. وليك عايش كاتب عام مساعد الاتحاد الجهوي للشغل. كاتب عام إن شاء الله تولي كاتب عام مش مساعدك هو. به سيد أحمد علاش مرحبا بك، علاش سياسة الكراسي الفارغة؟ علاش اتحاد الشغل قاطع جلسة الاستماع لهيئة الحقيقة والكرامة في موضوع يهمه هو بالأساس؟ لا هو احنا معناها ما هيش مقاطعة، احنا عندنا موقف، احنا عندنا موقف منذ البداية من قبل حتى جلسات الاستماع. كان عندنا موقف من هيئة الحقيقة والكرامة منذ أن تقدم القضاء العسكري تحت الملف لسائل أن يسأل علاش تو بالذات علاش 2017 وتحديدا في الوقت هذا في الذكرى الخامسة هيئة الحقيقة والكرامة التفت للملف لأنه قاع تقدم، رغم أننا نحن مش نراضين على التقدم هذا في الملف إلا أنه نعتبروه تقدم لأنه فيه تحديد للجريمة وفيه إحالة بعض الأشخاص من الأمنيين إلى دائرة الاتهام، وهيئة الدفاع اعترضت وتريد أن تحيل ناس أخرين لأنه إذا كان يقع إقرار جريمة هناك مجرمين ومجرمين من أعلى طراز في مستويات مختلفة. الجريمة هذه ترتبت عليها جرائم أخرى، نعتبر أنه التضليل أيضا جريمة، والأستاذ لازر بحثيك النجمي عبر على هذه لأني وزارة الداخلية للحقيقة الحقيقة تسترت على الجريمة وما حبش تعطي تقارير، وإحنا عملنا جلسة كاتحاد شغل مع السيد لطفي بن جدو طلبناه بأنه يعطي تقرير لأنه القضاء العسكري أعلم هيئة الدفاع أن وزارة الداخلية رفضت أن تعطي تقرير على شكون الناس اللي انتبت، شكون أعطى الأوامر، شنو الذخيرة اللي تهزت. للأسف الشديد التقرير اللي مدت به وزارة الداخلية كان تقرير مخيب للأمال تماما، حيث معناها أفادوا أنه ما يعرفوش أنه وقت اللي كانوا الأمنيين مهددين وكأنه أهالي سليانة وحوش معناها مش يأكلوا الأمنيين اللي موجودين ومش يخربوا. خلينا في مضمون المضمون في المضمون سيد أحمد، رأوا معناها الناس تنادت من كل صوب وحادب سيد أحمد اسمعني شوية سيد أحمد الأخيرة من جد وما يعرفوش شكون الناس اللي مشوا كذا. سيد أحمد الشافعي كاتب عام مساعد اتحاد شغل، أنا فقط سؤالي ليك، أنتم اخترتوا أنكم ما تكونوش حاضرين وهذا موقف، خيرتوا أن المحاكم العسكرية هي اللي تنظر في الموضوع مش هيئة الحقيقة والكرامة، يعني اختياركم أنه المحاكم هي تنظر في الأمور؟ طبعا احنا متمسكين بعدم تحت الملف من القضاء العسكري إلى هيئة الحقيقة والكرامة، لأننا نعتبر أنه هيئة الحقيقة والكرامة غير محايدة. هيئة الحقيقة والكرامة تريد هذا الكلام ذي، حتى هيئة الحقيقة والكرامة سيد أحمد تقول انه المحاكم العسكريه هي محاكم استثنائيه وما تمتعش بالاستقلاليه التامه وانها تحت اشراف وزاره الدفاع، هذاك علاش خيرت انها تسحب الملف ربما من تحت البساط. احنا عندنا في اليه التقرير تم هيئه الدفاع، تم معاك سيدي تم هيئه الدفاع، تم محامين متطوعين، عدد هام من المحامين المتطوعين لهم ما يكفي من الوثائق والادله على ابراز الناس المجرمين واللي أجرموا الحق سلينا حقيقة، ونحب تتبع الناس الغامة. احنا ضد الإفلاق من العقاب، هذا مبدأ عام نادوا به أهالي سلينا. أهالي سلينا تعرضوا لجرائم عديدة وآخرها الجريمة الأخيرة، من حقهم في أنه يكون ثم قضاء عادل، من حقهم أنه يكون ثم إنصاف لهم. احنا البارح الموقف اللي خذيناه نحن سابقا أثبت علنا واقتنعوا به كل أهالي سلينا، كل أهالي سلينا اقتنعوا بموقف الاتحاد الجهوي اللي كان يشكك في نزاهة ومصداقية هيئة الحقيقة والكرامة. كيفاش؟ كيفاش سيد أحمد؟ نعم؟ كيفاش؟ معناها كيفاش تبين ذلك؟ تبين من خلال المسرحية اللي شفناها، المسرحية اللي أهالي سلينا كاملة يعترفوا يعرفوا الشهود هذاكم اللي ما هماش، وكان ثم دفع، كان ثم دفع من رئيسة الهيئة في اتجاه التشكيك في الاتحاد، يعني بالملموس. هو يقول لها راهو انا موجود وملفي ما نعرفش شنو ما لقيتوش، تقول له ضيعوا لك ملفك، يعني تحب تقول له اللي راهو الاتحاد ضيع لك ملفك وضيع لك حق ضيع لك كذا، في حين انه الاتحاد كان مصير منذ الوهله الاولى من يوم الاصابات الاولى كان مصير
للضحايا وكان سند للضحايا. وعلى فكرة رأوا ثم حاجة مهمة جدا، رأوا بعد اتفاق 1 ديسمبر اللي معناها علق على أثر الإضراب الشيخ خليل الزاوي، كان معناها في الوثب الحكومي اللي فاز مع الاتحاد العام التونسي للشغل وأمضى الاتفاق، رأوا قاعد لك في تطبيق الاتفاق في البعد الصحي، في البعد الاجتماعي، وفي البعد القضائي. إلى الآن معناها ثم تلك، وأنه وزارة الصحة ما تبنت أي من يعرف هذا وشاهد على هدايا إلا من طلقنا في 3 مسيرات من سريانا بقافلات بسيارات وتجمعنا أمام وزارة الصحة وجمعنا أمام مستشفى لهذه الغاز باش تكفلوا بالناس صحيا. سيد أحمد، الهيئة تقول لك أنا سمعت الأطراف الكل، سمعت المتضرر وسمعت الضحية وسمعت الضحية المتضرر وسمعت المسؤول وسمعت تقريب الأطراف الكل في الجلسة هذيك، وأيضا تقول لك أنا لم أصدر التقرير النهائي، ما زال التقرير النهائي، علاش الموقف هذا قبل إصدار التقرير النهائي للهيئة؟ أنا سمعت رئيس الهيئة في موزايك، أنا سمعت رئيس الهيئة في موزايك وسمعت الموقف هذا وكلام هذا، هو كلامها اليوم في موزايك يختلف على حديثها السابق. فيه معناها شيء من أنه تبين أنه سمع حقيقة وأن تحب تبين أني عندها برشة حيادية، لكن مصر على أني مش تسحب الملف من القضاء العسكري، وهذا بالنسبة لنا معناها دفع نحو الهروب بالملف من إلى التضليل إلى معناها طمس معالم الجريمة. إيه معناها كلامها اليوم يبدلكم موقفكم ولا قعدتوا تقعدوا في نفس الموقف؟ لا، إحنا موقفنا ثابت، احنا نحبوا الملف يبقى لدى القضاء، احنا هذا موقفنا وموقف هيئه الاتحاد، موقف ليزانستونس في الاتحاد مش موقف افراد، هم يحبوا شخص من المسائل، اما هذا موقف ليزانستونس تاع الاتحاد الجهوي، موقف الهيئه الاداريه، موقف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي. حاجه اخرى نحب ليه نعلق عليها، انا حاجه مهمه جدا، معناها انا صراحه كان نرجعوا للفيديو ونرجعوا للمواقف حمادي جبالي والعلي العريض ولا والي الجهه، تقريبا نفس الموقف نتاع 2012 هو الموقف اللي شفناه في جلسة الاستماع، في شهاداتهم في جلسة الاستماع، هو محاولة تجريم الاتحاد، محاولة تجريم أطراف سياسية والدعوة لأطراف سياسية، كما قالوا راو شكري بالعيد وراء الأحداث هذه، وقالوا راو الجبهة الشعبية وراء الأحداث هذه وانسيت سويت، نفس الموقف معناه البارح سمعناه بشكل مضمن، نفس الموقف معناه علي العريض. لكن هل الهيئة مسؤولة سيد أحمد؟ علي العريض اعتذر، لم يعتذر علي العريض، علي العريض في 2012 ونرجع للفيديوهات قال أنا آسف للجرح، والبارح قال آسف للجرح، هل أسف اعتذار؟ واضح، شكرا لك سيد أحمد الشافعي الكاتب العام مساعد الاتحاد الجهوي للشغل بسلينا. سير شيد، بالنسبة لي الحلقة هذه أو جلسة الاستماع لم تنر الحقيقة، اللي كان مطلوب منها هو أنها ظهر الحق متاع كل الأطراف، إذا كان ثم أطراف أخرى مش ترضي الناس كل سرشيد. لا هي ترجع الحقيقة، شو معناها؟ خطر فلسفة العدالة الانتقالية وفلسفة الحقيقة والكرامة هي أنها تعطينا ماذا حدث، كي صارت في جنوب أفريقيا ولا في المغرب ولا غيره، رجعنا باش نبينوا الناس اللي تعرضوا للاضطهاد كيفاش اضطهدوهم، ثم المرحلة الثانية يلتقيوا الجلاد والضحية وينجموا يسامحوا بعضهم كما ينجموا يسامحوش بعضهم. هذه هي الفلسفة في الحلقة هذه، ما صارش هذا، اللي صار هو موقف جاهز موجود، هو اللي تساغت به الرواية متاع الأحداث، هي رواية من الروايات متاع الأحداث. الرواية هذه قائمة على موقف، فين يظهر في اختيار الصورة، في اختيار الشهود، من يكونوا، كيفاش نقدموهم، نعطيه دقيقة ولا نعطيه ربع ساعة، هذا كله تصرفت الهامش اللي تتصرف فيه الهيئة. لكن الهيئة استخلصت مثلا في تقريرها واللي مازال ما هوش تقرير نهائي اللي باش يحدد المسؤوليات، انه ثم استعمل الرش بطريقة عشوائية، انه ما كانش بطريقة عشوائية، معناها هو أما يستعمل بطريقة منظمة ومنهجية. قالت في التقرير إنه هذا ضد القانون، ضد قانون 69، معنى استخلاصاتها إنه اللي صار ضد القانون، إنه هو جريمة. هي عملية مش قانوني، سمحني هي عملية ترقيعية. الموقف في الأول في التلفزة كان شيء وقت النقل، ثم بعد التصريح متاع الرئيسة من بعد تقول هذاك كانوا يستعملوه للحيوانات المعينة، معناها هي علاش ما قلتوش في الاول هو؟ اما وفوري مزور تبدا ثم ردود فعل نعدلوا موقفنا، هذا مش مقبول. يمكن ثم محاوله تجريب لهذا النوع من السلاح الذي لم يستعمل في تونس على البشر، لا استنى باش في المستقبل يولي
يعمل حاله من انه تنتهي الحكايات وكذا، واستسهلوا واستسهلوا باعتباره الرش يقول لك حكايه فارغه، يجرح وما يعمل حتى شيء، كيما الرصاص المطاطي هذا النجم يطيح العبد ويروح وبعد يقوم ما فما حتى مشكله. فما هذه المساله لو كان عطوها لنا وقالوا رانا حبينا نجربوه اش يعطي باش نوليو نفضوا به المظاهرات والبلاد تركع، كانوا يعملوا حمله اكبس والبلاد يلزم تركع. خليكم معايا فاصل صغير انا جربوه نهار 27 جربوه وعموا بيه عبيد نهار 27 وعاودوا بيه نهار 28 ونهار 29 باش قصوا عليه رغم نهار 27 في الليل اول نهار بعد تلفتنا في التلفزه معناتها انا قالت هكا بالطريقه بوضوح هذا اي تضرب نهار 27 ونهار 28 واصل بيه اكثر من نهار 28 لكن نهار 28 هو اللي رب عذرا باهي خليل الزبي نعم سيدي انا حبيت إن نقول حاجه معناها باش نفهموا العداله الانتقاليه شنو هذه هيئه والخلاف بين الهيئه والمحكمه العسكريه الهيئه تخدم على روحها جاتها شكايه من 22 مواطن من سليانه متضررين قدموا شكايه رسميه فالهيئه هي مجبره باش تتقبل الملف القانون شو يقول قانون العداله الانتقاليه مش اللي عملته الهيئه عملوا المجلس التاسيسي تقول راهو كي ثم ملف بصدد القضاء عند القضاء ويتقدم مطلب لهيئه الحقيقه والكرامه هيئه الحقيقه والكرامه تولي عندها الاولويه هي مش تحب تتسلط على الملف هي تطبق في القانون القانون اللي مصادق عليه نواب الشعب معناها باش نكونوا واضحين ونقولوا الاهالي بتاع سليانه ما نحبوش هيئه الحقيقه والكرامه فما 22 متضررين قدموا ملف انت قدمت ملف لا يتعكوا غرامه اسمعني سيخلي. قدمت شكايه ولا سيخلي خلينا نحكي كي جاوبني قدمت ولا ما جيناهاش ما قدم معناتها هي جبنا لسليان اي قدمت شكايه اي قدمت شكايه قدمت شكايه وهو قدمت ودوك انت قدمت شكايه المحكمه العسكريه ولا اي وقدمت المحكمه الاداريه انصفه ولا قدم شكايه لا خلينا نكمل الفكره نتاعي الهيئه تحقق الكرامه وقت ما تقعش الحقيقه ما بين المتدخلين مثلا هنا في الحال الضحيه واللي ارتكب معناها الجرم ما يقعش اتفاق منهم ومصالحه تحيل الملف تقدم تقرير نتاعها وتحيل الملف هي مش تاخذ قرار قضائي تقول هذاك راهو هكا وهكا لا 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 تحيل الملف لدائره قضائيه تابعه للعداله الانتقاليه هذا تقرير نهائي بعد يتم حاله للمحكمه تمشي يعني هيئه الحق والكرامه ماهيش قاضي يعني الملف هذا سوف يحال الى الدوائر القضائيه تابعت القضيه جاريه تو ما لا 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 في المحكمه العسكريه موجوده جاريه خدمه بحالها هذه شيتك لازم ثم فقره هنا في تقرير الجمهورية التونسية دارت الأمن الوطني بجملتين كما أكد على وجوب التفكير في استعمال بنادق الصيد والمسددات ذات الذخيرة المطاطية لا ذاك متفقين فيها استنى مقترح استعمال الرش كجريمة نحن في مضمون لا مش مضمون موضوعنا هو هل الهيئة أخطأت ولم تخطئ قل لك تم تجريبه في أهالي سليانة مقترحا إمكانية إرسال إطارات أمنية إلى الدول المتقدمة للإطلاع على تجاربهم في المجال وتكوين لجنة يعهد لها بتحديد أنواع الأسلحة والذخيرة جدواها مجالات استعمالها كيفية استعمالها مدى خطورتها حسب المسافات وضرورة تكوين الأعوام في ذلك مع الابتعاد قدر الإمكان بين التاريخ 2/10/2012 قبل الحديث بشهر ونص قلت الاجتماع هذا ما همش عارفين عليه هذا هم جابوه قال لك خلينا نشوفوه في جماعه سليانه يعني كان اش باش يعطي يسيطر على الناس ما شنو انت قدمت ملفك لهيئه الحقيقه والكرامه قدمت وندمت كي شفت المهزله هذيك والمسرحيه هذيك ندم باتم معنى الكلمه والدوسي نتاعي هو فيه شعار تونس باش نحيه والبقيه كل باش نقطع وتحسبني ما جيتهاش للهيئه جمله واحده نحيت شعار تونس وهذا البقيه كل انا تحسبني ما جيتش بحذاها سجل ثم خيبة خاطر مهز لو خيبة أمل بالرسمي كبيرة كنا ننتظروا في حوايج أخرى منها هي كنا ننتظروا كنا ننتظروا باش تشوف الحقيقة باش تشوف التظاهرات هذيك كيفاش بدت تتفكروا أنت في الأيامات هذيك فازت لنا برشا وعلاش ديما هو الموضوع هذا ديما يجبدوا فيه معناتها وديما ناكلوا الكلات نحن من سليانة كان من حزب النهضة سي صاحبي يعطيك قال أعطوه 30,000 سي الآخر قال عورناهم سي فلان قال بلاد نتاع شيوعية سي فلان قال هذاك مش مخدامة علاش نحن في سليانة ديما هكا عايشين ولليوم رانا عايشين نفس الوضع وعلاش ما أقنعكش عمل الهيئة في ما أقنعنيش خاطر ما بلاش ما جابتش الحقيقة سمعت الناس الكل ما عنديش تقرير نهائي مازال ما عنديش تقرير نهائي نحاول نبحث عن الحقيقة ريت هل هي يخدموا معاها في الهيئة اللي ريت يخدموا معاها في الهيئة مدام سهام يخدموا معاها في الهيئة من سليانة هما اللي غلطوا هما شو هما اللي غلطوها هما اللي خدموا الخدمة هذايا كل باش ما تبانش العباد معناتها باش ما تحكيش
من جملتها معناتها ورئيس نيابة خصوصية كانت قبل اي حقيقة هما توك هي قالت لك هكا وموقفها قاعد تدرج على خاطر الاعلام توك في نهارين معناتها قاعد شايف بعينيه وعرف شنو هي الحقيقة بالضبط. الحقيقة راهي مش هذيك الحقيقة اللي صارت معناتها احداث بريئة تبناها بالرسمي الاتحاد كيف ما التويكة ما تبناها تسمع بيت معناتها تمشي التويكة يومين الاتحاد عمل الاتحاد ثم معناتها حوايج بقالنا كالاتحاد في سليانة باش يحبوا يزيدوا يرزونا فيه. مطلبك انت مطلب بعد خمس سنوات من اصابتك بالرش يا دي مطلب الاولاني اللي خرجنا عليه الاولاني التنمية لسليانة مطلب اللي الاولاني معناتها اللي خرجنا عليه الناس الكل يا اخي كيفاش بلاد ولاية كاملة سي خليل ولا سيد الوزير معناتها فيها معمل بركة كيفاش شباب انا كامل في القهاوي كيفاش معناتها نحكيك من الطرايف معناتها انسان مستثمر من سليانه مشى باش ياخذ معصره من سوسه سي لازهر يقل الدعم والاستثمارات يقرا فيهم في المعرض في سوسه ونحن في سليانه ما عندناش معناتها شكون يقول له راك كان باش ياخذ معصره ب 450 خذها له صاحبه من سوسه ب 120 مليون شكرا لك فاهم وقال ليه خلينا نحكي لك سي شيك معناتها ثم برشا وقت برشا وسليانه ما خذتش حظها خلينا نعطي حظ الاخرى اموا شوي تو ثم التميز ايجابي صار في الولايات الداخليه من جملة سليانة نورمالمون عمال الحضارة معناتها يلتفوا بها ماذا أبسط حاجة معناتها خلينا نشوفوا وعندنا فلاحة مرابضين قدام الولاية عندهم جماعتين وفلاحة سليانة الكل تعرفوا سليانة فلاحة بلاد فلاحية بامتياز معناتها تصور أنت ما تصيرش الفلاحة وما تزرعش العباد السنين وهما التويكة ديجا ما زرعوش مطلب شعبي معناتها ونحب نوجهوا نداء الرئيس الحكومة ربي عينه معناتها عنده برشا أما السيد رئيس الجمهورية استقبل الضحايا الكل واستقبل المعاقين الكل واستقبل الموتى الكل واستقبل الارامل الكل واليتامى الكل اي شيء بعتي خليه يفهم من حكايه ثم برشا وعود انتخابيه صارت وثم شكون غير باش يحل ملف الرش والتويكة خمس سنين ما تحلش ملف الرش صحيح من البولي مشكورين. الفقره اللي جايه تخصك انت برك راس العكمي والمسلسل المتواصل بينك وبين برهان بسيس مسلسل الخذوهات هذا جزء منه ثم رجعي اللي كنت فقط التعليق هذوما قالوا نحن توقيع نداتهم اللي تشوفه تلقاه عنده معناه كركر في القضية ولا واحد وهارب غاد ويجي يقول لك ناخذه بحجمنا حجمكم كان كنت معانا في 2012 13 14 رانا ما جبناش خمس مقاطع كان ظهرت وريت المنكر رانا ما جبناش حتى مقاطع. السيد هذايا عنده مشكلة خرج من نداء تونس وكان يتوقع انه مو نتيجة النرجسيات المرضية نتاعهم يعتقدوا رواحهم زعماء كبار يخرجوا هما يبرك تبرك البليه لا مادام انا موجود توا والحكايات هذيا لا نرجع شو انت عندك فتح انت عندك فتح انا نغامر انا نغامر انت عندك فتح شفافيه جاوبني يا لا نجم يرجع لكن انا ما نجمش نكون موجود معاه في اي مجال لا رجعت تخرج انت اعطيني واحد يجي يقنعني انه بال 20 عاما مضت برهان سيد شيخ ما يخدمش منين يعيش هذا مش لقسيس هذا كلام حمام للاسف هذا اسمه تهاوي اخلاقي وسقوط أخلاقي أنا لا أسمح واضح لنفسي أن أسايره رغم الملفات هك والسيد ذي كان مكلف عن صادق شعبان الله يذكره بالخير باش يكتب في المقالات المدحية في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويخلص 250 دينار ما نحبش نحكي على العلاقات بسي محمد علي قزوعي وما نحبش نحكي على العلاقات اللي مش أنا قلتها ظهر لي قالها أحد أيقونة النضال في تونس سي شكري بالعيد اللي سماه مخبر صغير وما حبش يفلت الصنعة هذه مواطن بعثي قال لي المدرسة هذه تاريخها راهي اسمها شكسبير وقيمت على عقار مصادر يرجع الملك الدولة نورمال ما وراوسي شفيق مشاكبه بتاريخ سابق لنسيبه وبعد عطاه للسيدة أقبال اللي هربت لفرنسا وحل هو وسي برهان فيها مدرسة خاصة قلت أحياء لنا قلنا لها كنا موجودين في مقر مكري على وجه الكرام تاع راجل رد وتابع للشفيق جرية والراجل كيري مسكين مفجوع توا قال انا داري باش تولي على المصادر انا مش بتوش انا حكيت على ملف فساد يخصه وانا اللي نعرفه من صغري انه انا ما نكرهش العقرب خاطر هي اسمها العقرب انا نكره العقرب خاطر عندها السم كان عنده حاجه يمشي يقدمها القضاء كلام كله كلام فارغ في القضاء بطبيعه باش ترفع به تهمه في الادعاء بالباطل وهو مستانس بالحكايات هذه ماشي جاي في القضيه هذه عيط لي سليم رياحي قال لي راه قلبني في 198 مليون شيك عندي هذا هذا برهان بسيس قلب بسليم الرياحي في 198 وأنا محامي مد لي قال لي الشيك وهاو الأوراق وكذا وقوم لي عليه باعتبارها بين شخصين والله التو عندي شيك والنجم استظهر به وعندي الصورة الأخرى متاع التأمين وعندي كذا ومنشيت لوش بركة كنت مع سليم الرياحي وتغشش برشا على الحكاية ذي اعتبرها إهانة لشخصه قال أنا معناها قدمني كبهلول معناها وليد صغير يقلبوني
هذه مجموعة التصريحات اللي تخص المسلسل اللي بينكم رازر راكمي انت والتصريحات الأكبر اللي واحد يجاوب والآخر يقول شوف أنا جيت آخرها قال إنه مش يشكي بيك لا جيت الحقيقة في بالي اللي كنا نحكيو فيه مواضيع أخرى أما لا هذا باش نقفلوا بها لا باش نقول آخر حاجة أنا ما عنديش هو مشكلة خاصة معه وسمحني في الكلمة قاسية شوي اليوم وآخر مرة نحكي فيه السيد هذا كي عضك الكلب تشكي بمولاه أما أنا نشكي المولاه أنا سأوجه رسالة بكل ود لسي الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية رئيس نيدا تونس اللي أسست مع احترامنا للأشخاص اللي أسست اللي أسست مع حزب وجبنا 86 مقعد وتعشرنا وطلعناه رئيس جمهورية ما طلعوش برهام بسيس وكان برهام بسيس راه جاب 5000 صوت بون صار اللي صار هذايا اليوم سايبينه علينا لا سايبني انا الوحيد رديت وهاني وحلت فيه لا سايب رضا بالحاج محسن مرزوق منظر الحاج علي عبد الستار المسعودي والقيادات اللي عامت الحزب يقول انا نيدا تونس وما عادوش يرجعوا وانا هنا هذايا انا ما نجمش نواكب الحاله لانه كما يقولوا غسل وجهه بماده نجسه ما تنجمش تواكبه انا نقول له يا سي الباجي السيد هذايا احنا اللي نعرفوه انه بعد ما تم فكان الحزب لنجلك ولا انتخاب ولا واحد باستعمال الدوله بكل الوسائل اللي صارت صار بيناتنا هذايا لانه كنا مع بعضنا انت وولدك ونحن والناس كل تم تهجيج الناس فيما بعد قالوا راهو سي الباجي قال مادام حافظ ما نجمش يتكلم ما ينجمهمش خلينا نجيب لهم هذوما. فما ناس رجعت لازم سمحني لا برشا رجعوا من اللي كنت اللي كانوا هاجين كما تقول شكون رجعوا عشرات القيادات يا رجل نجيب لهم هذا وغيره وامثاله خلي بهذلوا بحاله وخرج توا انا يخرج انا مقالاتي ها خلي الزاويه هنا يعرفني ها مقالاتي في كتاب يقول نكتب 250 دينار ها هو اشترهم في مواطنون كنا مع بعضنا 2007 و2008 تو يخرج هذا اللي هو جزء من طياح بن علي في ظهوره هو في التلفزات وفي الحديث الاستفزازي هذاك واليوم انا نقول له سي الباجي بارك الله فيك جرينا نحن طلعناك رئيس جمهوري طلعكش برهام بسيس ومن معه اليوم اذا باش تكافئنا بهذا تجيب لنا كما قال معاويه بن ابي سفيان ساحاربكم بجيش لا يفرق بين الناقه والجمل نهار الخميس اتهمك اتهام ماذا بيه تجاوب عليه شنو قال انه سميت مخبر صغير حسب كلامه هو حسب كلام شكري بالعيد الله يرحمه هذا اش قال يهديك يا ودي يهديك هذا يتكلم على المخبرين هذا سو برودوي امني يتكلم علي انا مخبر شكون مخبر محمد علي القنزوعي نعرفه حي مسكين الراجل وتوا نعرف وصله ونعرف منظره يقول انه شكري بالعيد الله يرحمه كان يقول في الكلام هذا يقول شكري بالعيد الله يرحمه ولا يقول غيره احنا في الحركه الطلابيه الكل كان اللي تختلف معاه يقولوا عليه بوليس وانا قلت على شكري الله يرحمه وكتبنا وتعاركنا وكنا اصحاب في الحوض المنجم اما هذا المنكر هذا انا نقول له سي الباجي راهو انا ما نعتقدش كونه السيد هذا داخل خارج عليك كل نهار تقول له وش يقول اما راهو فما عباد في محيطك وراهو نتبعوا في الحاله والقدر عملنا قدر هذا ما حب يسيب حد هذا ما حبش يسكت هو في حكاية الأرض اللي قلتها شفيق جرية قلتش أرض يا ولدي ما قلتش أرض أنا هذاك موضوع تكفلت به النيابة العمومية عنده في واحد فيفري قضية جنائية متاع استيلاءات تو يمشي لها وعنده ملف أنا هزيته للنيابة العمومية ملف حتى شفيق قبل قال يكذب وتو يلوح روحه في البيسين دلسوا عقارات راجعة للدولة مصادرة الأملاك المصادرة دلسوها ملف عندك عندي ملف تو مش نضيع لك الحصة لا فقط نسأل أنا ما نتكلمش أنا تعودت بالوثائق كمحامي ما تعودتش ويحكي هو سليم هو يجيد الكذب بخدمته هذيك عنده 20 سنة ما يخدمش خدم عام مدرس في فوسانة وجا لهنا منين ياكل ما انا الالم الكبير اللي اني تحطيت انا وهذا يا سي الباجي حطيتني انا برهام في الاخر خدمنا مع انت اسسنا الحزب مع بعضنا فكره العوده لنيدا تونس شو العوده ليش انا خرجت انا مؤسس شو انت خرجت ماكش موجود اليوم في الهيكل نتاع نيدا تونس مش موجود لانه هجونا بزلاله بعثوا لنا 200 باندي في الحمامات في 1 نوفمبر 2015 ما هذا يمثل نيدا تونس هذا لو ظهر في 2012 في بلاستي ولا في 2013 كانوا يصوتوا لنا الناس شو كلام هذا ومرحلة بارونتيز نعرفوها باش تتسكر في نهاية المطاف بقاش بدنا رواحنا ويتبعوا فينا جابونا أراضي القوم معناه يسبوا فينا في انت في وقت من الأوقات سميت مجموعة شفيق فينا. جرية هو قال في التاسعة قال نحن جماعة شفيق واتفقنا مع ما هذا المشكل هو جاء مرة هنا عندكم قال نحن قال له الصافي السعيد مقابله قال له البرنامج هذا وجايتكم ما هو برنامج شفيق قال له ايه وعنا عام نناقشوا فيه يا سي الباجي كيفاش شفيق في الحبس في الفساد تامر على امن الدوله وصبيان وهذوما داخلين خارجين على قصر قرطاج
فهمونا في اللعب وليه ينبحف ويعبروا على الحزب ويتكلم ويسبوا فينا خويا يربطوهم يربطوه ولا يوقفوه على حده يا عندنا معطيات شو معناه يربطوه شو معناه يربطوه معناه يوقفوا عند حده يربطوا يعظ فينا من كرامتنا مش من لحمنا شو كلام هذا خارج مسيب علينا راني رديت مره ولا اثنين وبمناسبه ملف هذه مدرسه شكسبير وميشيل فوكو نقول مدلسه واعطينا للقضاء وسيرى حتى مولاه اللي كان شفيق جرايه سبني وقلت راهو مدلس وراهو عمل وراهو عمل وراهو عمل انا منخرط في حمله مقاومه الفساد والفسد هذوما قاري تاريخهم من ايام نسيم شمامه ومحمود بن عياد حتى التو وشرف كبير هذايا اما راهو عندهم طبلعيه كان عنده قدره علاش رئيس الحكومه ولا القضاء ما يعيطلوش وين كان عنده عيطلو هو وخرها له البرومي فيفري وهو علاش هرب غادي بحذا حافظ قايد السبس ما على التدخل ما المدرسه ها هي سيدي السكان نتاع غادي 30 عائلة قالوا المدرسة شو حماية حفظ قايد سبسي حماية اليوم البلدية صدرت قرار في إغلاق المدرسة هذه مدلسة أمورها مشوهة وكذا هم بعثين السكان يقولوا له يا سيدة كيفاش يا رئيس البلدية تنفذ قرار ما حافظ يكلم رئيس البلدية والوالي هذي شو على كتب ويكلم له حتى جريب. ترامب شو أنت ما تعرفش السلطة في تونس ما تعرفش الناس كلم له حتى هذي شو على كتب ملف شفيق جراية العقار من أصله مدلس وشفيق جراية مع العقارات اللي تربطت عليه ودخلوا فيه مدرسة فيها هما وفيها شفيق جراية مرته ولا صاحب مش عارف عليه منحبش هذا عند القضاء خليه القضاء وأنا من هذا اليوم هاني قلت لك توجهت برسالة إلى سيادة رئيس الجمهورية احترام المؤسسة واحترام المقام واحترام الشخص شد علينا هالمخلوق اللي جبته يا أخي ناصر حافظ ناصر فلان راهم قاعدين يباتشيو فيه ونعرف شكون يوسوس له يقول له برا نحيلهم والديه هذا خدمته هكاكا يخلص على السبان يخلص على لا لا تو كان تواصل الامور تو لا شكون هذا متواصل الامور هو مسلسل ولا لا ما نكملش احنا هو بده يقول عنده ملفات الناصر العكرمي هذا ايش قال؟ يا جبل ما يهزك ريح انا عندي ملفات كان جا عندي ملفات تكلم نهار الخرج يقول عدموني كان نعاود صنعتي وعامل شابوه طول لحيته وما يظهرش انا كان نعيش في المنطقه ذاك نلوح روحي في بير عظمي رهيف انا لدى اما يشوهوا قلت لك ها هي مقالاتي في وقت بن علي بكل فخر كان نقرا لك فقره اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك استقلاله فمنعهم من تدخل السافر في صياغة الأحكام بعد عطاء التعليمات أو اجعل من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا حتى لا يتوفقوا في إملاء الأحكام نصا حين يتعلق الأمر بقضايا الحق اللهم حبنا الحكم الصالح والإدارة الرشيدة وابعد عنا مقال كامل لا 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 مش فقرات ولا يعني تورث بيه. أولادهم وأنسابهم وأسرهم الحق شو تو باش نجي حتى أنا هذوما اللي كانوا أبواق علاش يقولها هذه حكايه المخبر الصغير هذه الوثيقه زاد قاعده تدور في فيسبوك وانت ما جاوبش عليها علاش يقولها اخر مره يا ودي جواب تعاركت انا وشكري بالعيد الله يرحمه خذوا نرجعوا هنا تعاركت انا وشكري بالعيد الله يرحمه كنا نمشيو للحوض المنجمي ونهز فيه في كرهبتي واصحابه خير صارت عركه كذا كتبت انا حاجه قدمتها للهيئه اكتبه ما يسبى المخبر الصغير وعلاش ما يقولش المخبر الكبير والمتوسط هو نوع من السب ونوع من كذا صارت في الفتره هذيك وشو المخبر؟ شكون اخبرت؟ يا ودي وزير الداخلية مش مخبر توا شو اخبار؟ لا توا هو عنده ما يقول عليه غير هالافك نتاع هالحكايات هذوما وتحس انت انا باش يهزني كلامه انا ما عشنا انا خاطبت مولاه المسؤول المدني عليه واضح ما عادش باش نجم خلينا ناخذ تعليق تعامل مع اللي جابه انا ما عنديش تعليق على صراع في حزب الاحزاب ولكن الشيء اللي فعلا اثارني هو أنه بعض الناس هذوما كي يدخلوا الحياة السياسية يدل على مستوى انحطاطها وانحطاط النخبة بطريقة تصبح فيها الصراعات هي تقريرك وتقريري ومخبر مش مخبر وكذا والأكثر من هذا إثارة اللي ضحكني ربما هذا ضحك كالبكاء هو أنه فرعون التضليل الإعلامي يتكلم عن الناس تكتب في التقارير وتعمل في التضليل واضح شكرا لك شيد الخشان يعطيك الصحة زميلنا المحلل والصحفي سيد أمين العام لحزب التكتل شكرا لك يعطيك الصحة سيدي خليل زاوية أيمن بوهلي شكرا لك يعطيك الصحة أيضا ورئيس حزب التكتل شكرا لك سيد أزهر العكبي شكرا لك سيد واضح إن شاء الله يوفى المسلسل هذا غدوة نتلاقاو إن شاء الله في حلقة أخرى من حدث هذا اليوم على قناة التاسعة